السلام عليكم شباب، شكرا اخباركم، ان شاء الله بخير. وياكم محمد. واخوان قبل ما نبدا الفيديو حبيت بس اعتذر على شغله واحده، انه ممكن انه يكون الصوت مو هذاك الشيء، لان يعني اخوان المايك مالي خرب فجاي استخدم مايك سماعه، فاي ام فيري سوري اذا اكو اي اخطاء بالصوت، وان شاء الله بس بين ما يصلني المايك الجديد ويب. فتحملوني اخوي يجوز هذا الفيديو والفيديو اللي بعده ان شاء الله يصلني المايك. فراح نلعب اخوان اليوم سوسايد جايا ورجل الانتحاري الحلقة الثالثة. اخوان اللي ما شاف الحلقات الراحات راح اخليه فوق او شوف الفيديو للنهاية حتى اخلي لك ريبيست. فنقول له ستارت ونشوف فين وصلنا اخر مرة. اخر مرة حسب ما اتذكر لعبنا مع سوبر ماريو اي ثينك اخوان لعبتها وختمناها الحلقة. اوكي شوفوا هذا الوقت بعد لنا ربع، عندنا وقت كثير. يب يس قلت لكم هنا مرحلة المنارة وهنا مع الماريو. فمرحلة المنارة اخوان كذا مربع ونفوت ونشوف ما الذي ينتظرنا. اعتقد راح يكون بها مي. ها اولي شت حوت هذا تايتانيك اخو ما تايتانيك. هاي تندار بنت حبيبي. فانا ننسى اخوان هذا العينتين المنارة. اوكي لا يا ريت جيبه 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 ما ادري عن ايش. اوكي في هذا هيل. اوكي اقول نودي على تيتش اوكي 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 اعتقد لازم الضوء نديره على الحوت حتى نزعجه. اي ثينك اخوان اي ثينك ات از لايك ذات. اوكي صار على الجهه الثانيه، ما ادري ليش اللعبه جاي تصير بيها دروبات ما ادري لاج. اوكي فعلت مره ثانيه ان شاء الله ما راح اوف اخوان هذا راح اوف ان شاء الله ما ناكل كوبي رايت ان شاء الله. هولي شيت او ماي جاد هلا وحبي او سيد. اوكي ما ادري شلون هذا العينتين، تعال الضوء عليه ازعجه في الضوء. اوكي اخوان شوي الحوت معوق. اوكي ما ادري اللعبه جاي يصير بها دروب فريم والله ما ادري لاج. اوكي أين سوف يأتي الحلو؟ أين سوف؟ أوه كسرها كسرها الخايس. أها أوكي هاي بعدها ما انكسرت ما صار لها شيء. حجي ثواني كذا اوكي ابلع بس نزعجك نزعجك بنص عينك بنص عينك بنص عينك ابلع بس ابلع بس ترى اليوم مش هالسنان ابلع بس اخوان بكس اليوم مبكس كله بوكسات ما تفهماني. هاي تحيه اوكي. حجي هون هذا حوت لو شنو شو جاييني سفري طياره يا الحبيب. اخوان اللي سوى اللعبه بشنو كان يفكر يا اخي جاي يطير مو جاي يسفى جاي يطير. اوكي لعب ثانك يو فيري ماتش يا الحوت. اخذنا اخوان هذا العينتين. المرحله التاسعه نقول له دائره عفوا مربع ونشوف شنو فيها بين عليها قلعه او شيء. او ماي جاد اوكي اخوان الاكس مكان الهبوط او بالاحرى مكان الانتحار فلازم نطلع هذا الطريق كله. الله يستر. اوكي هذا ما دام هنا لعد الطريق ماله نمشي يعني المقصود اخوان غلسوا
اخوان سوبر سبايدر مان العفو هذا العيد. اوكي بس لا توقع يرحم جدك كثير عقلي من يوقع. عافيه هاي شو راح نصعدها يا اخي سبايدر مان نعل على يومك. وانا هذا يتسلق بكرشه بالكرش يتسلق. اوكي اوكي تعال تعال راح اجيبك وياي استفاديت هنا. اوكي هنا ما راح يتسلق بكرشه. يا اخي ايش بيك تشطم؟ اوه شوف تشطم على خلف شارية يحتاج شوية علو حتى يتسلق بكرشه اخوان. اوكي تعال هذه راح نسحبها له شوية تقرب. لا اوكي مكانها كلش حلو. هذه راح نجيبها احطها. يا اخي اذا تعالي عاد ترى كافي. راح احطها هنا حتى تصير قريب على هاي وقريب على هاي. صراحة ما اعرف اذا راح يشطل هاي ولا لا. هاي مكانها ايزي فنكمل اخوان ونشوف. هاي مكانها صح. نقدر لها اوكي نايس نقدر شت. المحاولة الثانية اخوان بس يعني صحيحة طلعني الأماكن صحيحة ف راح أحاول أشط شطة مثل الأوادم. عافية الله يديك. أوكي إيزي everything is very easy. النغمة حلوة صراحة بس عالية شوية. طريقين نفس الشيء. تسلق حبيبي بكرشك. طريق موقف الجهة الثانية هم الموقف. ما أنا جيت من هنا يمين يسار ما انتبهت اكو شيء على اليمين على اليسار. اه ذاك هنا. وات يتسلق. راح امجدك لا توقع. ظلمت الدنيا. لا اوكي سوي كراوتش. نايس هاي ايده ما ادري ليش هيك اخوان بس اوكي. غلسوا عليه اخوان غلسوا كأنكم ما تشوفوها. طريقه من اليماني وطريقه من اليساري. فلنرى اليماني مسدود فاليساري هو الطريق الوحيد. واخوان اي ام فيري سوري مره ثانيه اذا جاي تسمعون اي خربطه من الصوت فتحملوني اخوان تحملوني بس. فا اوكي ضرب بوكس بس منو ضرب بوكس ما ادري. يمين اوكي على اليمين اكو طريق بس خلي اشوف النهاية. اوكي تعال يا حبيبي تعال بعد من هنا الطريق اللي صار هنا. لا ثواني اوكي غلط. المهم اخوان يساري قبل شوي كان يميني يعني هذا الطريق كان يميني قبل شوي فانا اوكي. كمل شفت يا اخي طير طيارة طريق من هنا خايفين. يا اخي اني يطير عقلي من التسلق يعني صاحبنا ما ادري مرات شوف مرات يصير طياره مرات يتسلق. شوف شو انشطه هاي سوبرمانيه نعلة على يومك. اوكي على كيفك يرحم جدك. لا توقع يرحم امك. نايس نايس بيوتفل. صار ماكو شيء. يمين اطلع شو هذا العينتين طلع من الحائط. طبعا بس لهي قلعة مال الاشباح و جن وما ادري شنو. هلو عيني هلا. ماكو شيء من هنا اخوان الاكس وين؟ اكس يا اخي بكرشك يا اخي كرش على اكس
الاكس اي ثينك بال يب 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 انت بعد بالمربع اخوان اي ثينك اتس بالاكس وان شاء الله يكون بالاكس يعني يا حبيبي لو يكون مو على الاكس يا اخي راح اطلع احول ستاتيو كوليكتر ما ادري منو جاني شو اسمه جديد شو اسمه هذا شنو اسمه نسيت تروفي اخوان تروفي اوكي الوقت صراحة ثلث اخوان ساعة 10:30 11:30 معود ايه مع 10:30 اخوان شاي خربط علي اوكي فالمرحلة العاشرة كيبورد وات از اوكي بالعافية بالعافية جتني تروفي دونت اسمها اوكي تعال حبيبي تعال اكل حبي اكل اكل بالعافية عيني بالعافية اوكي هذا باب اوكي هذا باب ثاني اوكي this is شباك اقول من هنا من الشطر صد هنا اكو فتشي اي ثينك شنو هذا بيت مال جيري شنو عندنا توم جيري هنا اي دونت نو يعني اوكي ثاني هذا عندنا هنا كيبورد اول شيء شو هذا احترق اخوان الباي وين راح؟ ابلع صوت تليفون اخوان صوت تليفون اوكي ما ينكسر قهوة اخوان ستاربكس شد قلبته ها بس ابلع اوكي البيبا تعال اكل حبيبي والله اكو شيء بعد الاكل اخوان هل هنالك شيء نقدر نفترسه طيارة شمعودة اخواني هذا احترق لا بس A problem has been detected شنو البروبلم ثاني المي اعتقد جاي يروح خلفها طيب نسدها لها الحلوة I am sorry جيري حبي بس شو اسوي لازم اخلص المرحلة ويصير حبيبي وات وجاي يحترق العينتين شو معنى ثاني انت ما منك فايدة تعال 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 اطلع فينجي هسه لازم يصير شيء يب 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 راح نغرق اخوان تايتانيك 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 شت غرقنا طلع لازم اسد البيت مال جيري بالش اسمه بالطابعة بالمدري شنو مدري شو جاي السماعة جاي تزعلق من راسي اوكي وارنينج سوف تقع المشروب الروحاني اخوان ويلي اكل ايش عندك انت ما تقول لي ايش عندك اوكي سودا او ماي جاد اخوان موظف الشهر انا اوكي خلصنا ثلاثه صراحه ايش اخوان حلقتين ثلاثه وسوي لها فينيش مرحله البيضه I have no idea what is going to happen I don't know what is going to happen عليكم سلام عليكم اها اوكي اي ام سوري عبالي يضحك علي اخوان هل هذا الصوص مالك ابلع
ابلع اخوان اللعبة شو يصير فيها ما ادري شو ابلع 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 يا اخي اريد تفوت علي ابلع ها ها شلون طلعت هاي اوكي انها البيضة هذا الصوص مالك اني العب اوكي يا اخوان ثواني خليني اوقف البيضة بصفحة هيك اوكي هذا يحمي هيتر مدري شنو اوكي او اوكي هو لازم يجي كان افتح البيضة بس اوكي تعال يا الحبيب تعال بس تعال صراحة انا يا ابنو هادي بس راح احطك شنو شي يتغير لونها شي يتغير لونها I think اخوان عرفت تعال 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 نحطه هنا تعال نحطه هنا نرجع نجيبها 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 نحطه هنا ونفتح هاي صارت حمرة لا 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 لا, لا حرام 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 اوكي هسه نحطها ما تلقى اعتقد على الليزر جيب 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 شيت يلا بسرعة 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 اوه حرب يوم خرعتني ايام سوري بس يعني العينتين صار هنا اخذي ابنك اخذيه اخذيه صار بيضة اخذيه صار بيضة عيون هولي شت كلت اخو ها وراح يدوخنا هذا بالصوت تعال تعال اوكي كني كني بس كني صوت اوكي خلصنا اربع مراحل يا اخوان في هذه السرعه صراحه ما توقعت انه اخلصهم اربعه بهالسرعه هاي بس اوكي صراحه ما ادري اذا العب واحده ثانيه او لا بس اوكي يا اخوان صراحه راح انهي الحلقه هنا ما اريد تصير طويله كلش لان الله بس يعرف ايش راح يطلع لي الغاز وحبشكلات هنا فهنا اخوان راح انهي الحلقه وايام سوري مره ثانيه على الصوت اذا كان اكو خلل يعني او اخطاء اي ام فيري سوري اخوان بس المايك مالي على حظي عطل ف يب اخوان نوصل للنهايه ان شاء الله عجبتكم الفيديو واكتبوا لي رايكم بالتعليقات انا اقرا ان شاء الله واجاوبكم عليها فيب اخوان نوصل للنهايه ان شاء الله عجبكم وتونستوا ويب الله معكم سلام